اول مره يعني افتتح هوتيل في الجزائر. افتتحت هوتيلات في الوهران، في الشلف، يعني في الليزاندالوس. هذا الهوتيل تقريبا الخامس اللي افتتحته انا في الجزائر. هذا الفندق هو اربع نجوم، طبعا اربع نجوم كما شفتوا، يطل على البحر وعلى جبل شنوا. هو قريب لكل يعني اكسي فاسيل كما اون دي اون فرونسي. هنا في الهوتيل فيه 80 غرفه او جناح، يعني اجنحه في كل طابق فيه زوز اجنحه وفيه 18 غرفه، يعني الكل في 80. فيه زوز مطاعم، واحد مطعم هذا اللي احنا فيه في الساتيام ايتاج بانوراميك، وواحد اخر بيفيه في البريمير ايتاج، وكاين زوز مقاهي، واحد في الريتشوسي وواحد في الدوزيام ايتاج صالون دو تي. وكان طبعا كان فيه سبا، كان فيه الحمام وفيه الجاكوزي وفيه لي مساج وفيه بيسين دو ريلاكساسيون. افتخر بهذا المكان اللي جاي في موقع رائع. اولا اوتيل من عودة جاي في مدينه من اجمل مدن الجزائر، تيبازا. ثم البنيه التحتيه نتاعه جايه رائعه ايضا. ثم الاستقبال وعرضونا ما شاء الله، وكان كنا سعداء وحنا نزوروا حجره بحجره. مكان للسياحة كي يجونا السواح إن شاء الله، حتى عائلاتنا من خارج الوطن لما يجوا لهنا يفرحوا ويرتاحوا،